السلام عليكم. أخبار عاجلة، أخبار عاجلة غير قابلة للانتظار للتوانسة. اتحاد جراد في قيادته يعطي كلمة سر للملاحظين للانسحاب غدا من مكاتب الاقتراع، وأنتم ونحن وهذا البلد إزاء أكبر عملية تزوير انتخابي ممكن. يوسف الشاهد يكتشف بأن كاتب العام للحكومة رياض الموخر ساق مع القروي وساق معه هو يوسف الشاهد الذي أعلن بكل وضوح بأنه لن يدعم مرشحا عنده ما عنده من ملفات الفساد، وما خفي وما ينتظره أعظم بكثير. اليوم يعزل ويعين كاتب، يطرد ويعين كاتب عام حكومة جديد. يا شعب تونس الغالي، يا شباب تونس، يلي دمروك يلي حطموك، كل ما صدح وأراد هذا الشعب رئيس عادل محترم سيكون يعرف الغرب والشرق، وكل قوى الشر من العالم ومن تونس الذيول هنا يعرف بأن هذا الرئيس يشكل حجر عثرة أمام برامجهم لالتهام تونس، وحتى تبقوا أنتم على الحديد. اليوم يا شباب تونس، أنتم من يحرس هذا البلد غدا، أنتم خير الحراس، أنتم تصوروا كل شيء ولا تغادروا مكاتب الاقتراع. غدوة أكبر فلوس باش تخرج، وإن شاء الله تكتشفون بأنفسكم أكبر الميزانيات لن تذهب لتشغيلكم وإنما لاشتراء الأصوات غدا، حتى يلتهموا ويشربوا هذا البلد هم وعملائهم. الليلة لحظة شجاعة لأجلك يا تونس، ولذلك تكلمت ولن أكون أكثركم شجاعة. الشخصيات العامة من مثقفين وإعلاميين ويا مترشحين للرئاسة بشرقكم وغربكم بيمينكم ويساركم، من الرحوي إلى مورو إلى عبو إلى جبالي، كلكم الليلة ينبغي أن تخرجوا بوجوه مكشوفة وتعبروا على صفحاتكم الرسمية عن موقفكم دعما لهذا أو لذاك، أنتم أحرار، ولكن بالوضوح. سي عبد الكريم الزبيدي يا وزير الدفاع، كنت شجاع في حملتك الانتخابية، أعطينا موقفك ممن يتعامل مع الصهاينة ويأكلون السوشي في أريحية ليومين كاملين في داره على البحر هنا في تونس، وعلاقة ذلك بقتل الزواري وعلاقة ذلك بالإرهاب وكل ما يحاك لهذا البلد من إرهاب وغيره. الليلة لحظة شجاعة، وتونس على المحك، وكلنا مسؤولون يا حراس بلدكم، يا اللي تتصوروا أن هناك سارق يمكن أن يتصدق، لن يتصدق إلا لمزيد السرقة، ولن يتصدق ليذهب إلى قرطاج، وإنما للفرار من المرجية. فلا تكونوا الحطب ولا تكونوا من يعبد الطريق لذلك. فرصتكم الليلة وفرصتكم غدا إن شاء الله، وبعد قليل ستتابعون على صفحة الرسمية الكشف عن ملف فساد مروع من شركة قروي أنت قروي، تتابعونه بعد قليل. ربي يستر هالبلاد، وربي يحفظ هالبلاد وتونس برجالها، وتحية تونس.